يعني بنتكلم على أهم الخطط والاستراتيجيات اللي بتضعها هذه الجمعيات الأهلية لاستقطاب العديد من المتطوعين والعمل على يعني جهودهم، وإن هم يشتغلوا ويستفيدوا منهم، لأنه المتطوع في هذه الجمعيات بيتعلم حرف كتير ومهن كتير وبيعمل علاقات عامة قوية جدا، وبيبدأ إن هو يشوف الحياة بمنظور آخر، وبيتعامل مع كافة شرائح المجتمع، مش شرط الشريحة اللي بيشتغل عليها المشروع بتاع الجمعية دي أو غيرها، لا بالعكس، ده بتتفتح قدامه آفاق من العمل والأفكار الجديدة اللي بتنمي الوعي، وبالتالي تحط الشاب في هذا الموقف إنه يقدر يختار مستقبله شكله إيه، هيكمل إزاي، الطريقة إزاي. كل ده بتعمله الحقيقة الجمعيات مجتمع المدني، وبتشتغل عليه، وبقى لها الحقيقة اتجاهات أخرى ومختلفة، اشتغل في كل حاجة تقريبا، لأن هي جزء لا يتجزأ من عمل الدولة، لأنه زي ما بنقول دايما إن الحكومة مش هتعمل كل حاجة، لازم يكون في جمعيات مجتمع مدني تشتغل على نفس الخطط الاستراتيجية اللي بتقوم بيها الدولة، وكمان ينوروا الحاجات مش شايفاها الحكومة، ده دورها الحقيقي. اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم، سياده المستشار زاهر مصطفى، رئيس اللجنه القانونيه بالاتحاد العام للجمعيات الاهليه. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا، واستضافه حضرتك بتاتي في وقت مهم جدا، لانه منذ ايام قليله وافق البرلمان او اقر البرلمان قانون خاص بالجمعيات الاهليه. عاوزين ملاحظاتك على هذا القانون وماذا يمثل بالنسبه لكم كاتحاد للجمعيات الاهليه، هل ده في صالح العمل الاهلي؟ هل شايف ان في تطور ام بالعكس في رايك؟ لا، هو بسم الله الرحمن الرحيم، بصفتي رئيس جمعية وعضو اتحاد عام للجمعيات الأهلية، وبعمل في العمل الأهلي يمكن من سنة 93 تحديدا، وأنا من تاريخ تأسيس الجمعية اللي بتشرف بالانتساب لها. قانون 84 سنة 2002 وقبل منه قانون 32 سنة 64 كانت قوانين الى حد ما بتتيح للجامعات الاهليه العمل في كل المجالات، زي سيادتك ما قلت كده تفضلت، ما فيش مجال في الحياه الا بتعمل فيه الجامعات الاهليه. كان لنا بعض حاجات بسيطه في قانون 84 سنه 2002 كجمعيات بتعمل على النهوض بالمجتمع وتنميته وسد العجز دايما اللي ما بين الحكومه والقطاع الخاص اللي ما بيقدروش يغطوه، احنا بنغطيه، الجامعات الاهليه هي اللي بتغطيه، لان عندها مرونه في العمل وعندها سرعه التلبيه. نعم، كانت بعض حاجات بسيطه متعلقة بالجمعية العمومية، متعلقة كان فيها عقوبات سالبة للحرية زي الحبس في قانون الجمعيات الأهلية، وكنا عايزين تبعد ونكتفي بالعقوبات الموجودة في قانون العقوبات، وكنا مؤملين خير. يعني فوجئنا ان كان في مشروع قانون من الوزارة كان ضد، يعني احنا يمكن من 2008 والاتحاد العام وغيرنا من المنظمات الأهلية بنعمل على تعديل القانون 84 سنة 2002. الوزارة مؤخرا طبعا شكلت اكثر من لجنة في عهد اكثر من وزير، فوجئنا بقانون من الوزارة كان مغاير قوي اللي احنا، يعني الاتحاد العام كان برضو بتكليف او بالتعاون مع الوزارة كان عامل حوار مجتمعي على مستوى الجمهورية، وعامل اربع لقاءات موسعة في مدن الاسماعيلية والاسكندرية والقاهرة وسوهاج على مدى شهور، وانتهينا لوضع متودي مشروع قانون بتعالج بعض القصور الموجود في القانون 84. فوجئنا بمشروع الوزاره مغير تماما لهذا الامر. يعني ما كنتوش محبذين لمشروع الوزاره ولا متفقين عليه؟ لا، ما بكمل لحضرتك، لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسه الدكتور عبد الهادي القصبي تقدمت بمشروع وكان وافق عليه 203 من اعضاء مجلس النواب، ودي نسبه عاليه جدا. ايوه، لان هو احنا عندنا في الدستور الجديد بتاعنا ان من حق مجلس النواب، انه كان قبل كده دايما، قبل كده كان مجلس الدوله هي اللي بتقترح القوانين دايما بتقدم من الحكومه، لكن في الدستور الجديد احنا عندنا مجلس النواب 10% من النواب من حقهم يقترحوا مشروع قانون. احنا ده القانون ده 203، يعني عليه كان عليه نسبه موافقه كبيره جدا من النواب، اتقدم بنسبه يعني اكثر من ثلث عدد مجلس النواب اللي تم اقراره بالفعل، اللي هو تم اقراره. أيوة، لكن احنا البرلمان يعني رفض مشروع الحكومه وعمل هو مشروع خاص بيه، ده حضرتك راضي عنه؟ لا، هقول لحضرتك بقى، انا يعني في حاجه غريبه، ان مجلس النواب بيبص من هذا الموضوع من خلال هذا القانون اللي انا يعني حسب قراءتي انه مركز على مجالين، مجال التمويل الاجنبي، واحنا كلنا كغالبيه عظمى من الجمعيات 48 ألف جمعيه، لو استثنينا 200 جمعيه ومنظمه
باقي ال 47800 كلهم ما بياخدوش تمويل اجنبي، ما بناخدش تمويل اجنبي، صحيح. وبنشتغل بجهودنا الذاتيه وبنعمل شغل كبير جدا جدا. يعني لو قلنا في وزي ما احنا لامسين جمعيات كثيره عظيمه وقايمه بالمجتمع، والتمويل الاجنبي اصل هو بيجي لايه؟ لمؤتمرات وورش عمل داخل فنادق اكتر كذا مليون دولار ييجوا ويخلصوا، وحتى بيبقوا مأجرين شقه بعد ما ينتهي المشروع الشقه اتأجرت. أيه. شغل كام واحد من الشباب وانتهى المشروع وانتهى. نعم. لكن احنا كجمعيات مشاريعنا اللي عندنا مستمر. صحيح. يعني جمعيتي فيها دار حضانه بيشتغل فيها النهارده حوالي 8 ثابتين ومؤمن عليهم الجمعيه اللي انا بعمل بيها. وغيرها من المشاريع، مشاريع اسر منتجه، مشاريع مرأة معيله، مشاريع خلق فرص عمل. ده يضركم فين؟ لكن بقول لحضرتك ارجع تاني، المجلس ان هو بص ليه حاجتين، التمويل الاجنبي وحاول ان هو يعالجه معالجه عشان حفاظا على امن الامن القومي لبلدنا والاختراق للخارجي لها من خلال التمويل الاجنبي. أيوة. والناحيه الثانيه باصص للجمعيات الاهليه على انها الجمعيات الكبيره اللي انتوا حضرتكم بتشوفوا اعلاناتها في التلفزيون السنوات الاخيره. اللي هي لا تتعدى 10 او 15 او 20 جمعيه، جمعيات دي ضخمه جدا من خلالنا باعلاناتها بشغل، احنا ما نقولش لا، هي بتعمل شغل محترم جدا وبتساعد مع الدوله، واحنا كجمعيات صغيره في الاقاليم وفي الاحياء بنتعاون معاها. مش تقدر تشيل عمل مصر كله. ايوه صحيح. ومش هتستمر لانها مرتبطه برجال اعمال، ويعني لحد ما هي ظاهره جاي قد نفاجئ بعد سنوات ان لا بداوا ينسحبوا. ما اقدرش اجبر واحد ان هو يستمر بجامعته وانه يدعمها، اذا كان بيدعمها بعده ملايين او بعشرات الملايين ممكن هو بعد كده هو نفسه ينسحب او اللي يجي بعد منه ما يؤمنش بنفس ليه التياسة. حضرتك شايف ان التركيز كان على الجمعيات الكبيره دي في القانون، يعني معالجه قصه التمويل لانهم طبعا خايفين من اللي حصل. أيوة. من 2011 لكن الجمعيات الكبيره ازاي شفت انهم مركزين؟ قلت لحضرتك ان احنا لما كل مشروع القانون اللي احنا كنا عاملينه كاتحاد عام مع جميع الجامعات على مستوى الجمهوريه، واكثر برضو من مشروع قانون كان من ايام الدكتور احمد البرع وغيره، كان المشاريع دي كلها مركزه ان احنا نساند الجمعيات الصغيره والمتوسطه اللي بتعمل على تنميه المجتمع بحق، اللي هي مرتبطه بالمجتمع. في ماده هي في قانون 84 الماده 13 اللي بتتضمن الاعفاءات والمزايا اللي بتمنح للجمعيات، كان من ضمنها مزايا كثيره في بالنسبه لمحاسبتها في استهلاك الكهرباء والميه، 50% من استهلاك المنازل والتليفونات، وما كانش معفاة من الضرائب. احنا الواقع اللي تم بعد قانون 84 سنه 2002 ان مع قصخصه معظم شركات القطاع العام بدات شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز دي بتبقى شركات مساهمه، فكانوا ما بيطبقوش الاعفاءات دي. نيجي نقول لهم طبقوا الاعفاءات، يقولوا لا ده احنا ما احناش شركات، لا احنا حكومه ولا قطاع عام، ده احنا شركات مساهمه، وبالتالي ما نلتزمش بهذه الايه الاعفاءات. وبالتالي كانت الجمعيات منفرده، كل جمعيه ترفع قضيه ممكن تاخد حكم فيها، جمعيات كتير خدت احكام لصالحها باحقيتها بتطبيق، لان ما فيش غير الشركات دي اللي بتنفذ تقدم الخدمه. يعني انا عندي مثلا في الدقهليه هي شركه واحده اللي بتقدم خدمات الميه والصرف الصحي، شركه واحده اللي بتقدم خدمات الكهرباء، شركه واحده اللي بتقدم الغاز، وبالتالي والشركات دي هي اللي ورثت شركات القطاع العام. يعني القانون الجديد ده لغى الاعفاءات اللي كنا بنحصلوا عليها. احنا كنا نتوقع نقول كنا عايزين نقول، وقلنا للسيد رئيس اللجنه الدكتور عباد القصبي في جلسه اجتماع في مجلس النواب قبل مناقشه القانون، قلنا له عايزين النص يكون تتمتع الجامعات باعفاءات في مجال الميه، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز وغيره التي تقدمها الشركات ايا كان مسماها، عشان الشركه ما تجيش تهرب بقى تقول لي لا انا النهارده ما اقعدش قطاع عام، ده بقيت شركه مساهمه. قلنا له عشان ووعدنا فعلا، وقال مش هتقدر الحكومه ولا الشركات تضحك علينا، لكن فوجئنا ان القانون طالع ما فيش فيه الاعفاءات دي تماما. بالاضافه للاعفاءات الضريبيه كمان. ودي بتمثل كام في الميه يا فندم يعني من التكلفه او الغريب؟ الغريب سيادتك ان الشركات دي بتعامل الجمعيات تجاري بقى مش منازل. تجاري. ده هو كان المفروض ناخد 50% من المنازل، يبقى نص من اللي بيدفع للمنازل. بتدفعوا فاتوره المنزل انتوا بتدفعوا النص. لا والتليفونات كمان. الواقع انها بتعامله انها تجاري دلوقتي. يعني ضع ما معرفش يعني اضعاف احنا تجاري باكثر من المنازل بكثير، حتى لو ده بينطبق على دور الحضانه او ملاجئ الايتام او غيره برضه نفس الطريقه. يعني في زميل اتكلم واحنا في جلسه استماع في مجلس النواب، قال للدكتور عباد القصبي، قال له انا عندي مدرسه في الشرقيه وبتاخد مصاريف معتدله جدا، وانا قمت ايدته قلت له انا عندي في المنصوره جمعيات تتبعها مدارس خاصه بتاخد مصاريف لحد النهارده 3500 جنيه، وفي مدارس خاصه في المنصوره بتاخد 23000 جنيه في نفس المرحله السنيه. طب دي هو المشكله زي ما قلت لحضراتكم ان هم برضو باصين اما الجامعات الكبيره دي
او الجمعيات يعني اللي هو تعمل جمعيات خاصه ومدارس خاصه بقت موضه سيادتك. أيوه. ان ممكن تبقى مستشفيات خاصه دي تبقى تعمل عشان يستفيد من المزايا اللي كانت للجمعيات. فكل الوقت ينظر للجمعيات على انها اما جمعيات كيانات كبيره جدا. طب ده هياثر عليكم يا سياده المستشار في العمل بتاعكم؟ هياثر. اقول لسيادتك هياثر. لان هي الجمعيات الصغيره والمنتشره في مصر واللي هي السواد الاعظم واللي هي شايله المجتمع المدني بحقه قريبه منه. الجمعيات دي اولا ملتزمين بالتامينات، اولا بندي اجور لان يعني ما فيش انتدابات من الدوله. بيبقى في بتدي اجور للعاملين فيها، بتامن عليهم لان يعني في التزام على حسب قانون التامينات الاجتماعيه وقانون العمل. ملتزمين برضو ان احنا نرفع الاجور متماشيا مع زياده الاسعار في المجتمع ومع سياسه الدوله. الاحفاد دي لحد ما كانت بتغطي جزء مش قليل. يعني احنا بنلاقي اما نلاقي النهارده في الشقه بيشتكوا من 150 جنيه كهرباء او 120 او 130. الجمعيه ما يكون عندها نشاط ممكن توصل ل 400 و500 جنيه كهرباء في الشهر واكتر. واكتر مع ميه مع الحاجات دي. احنا كنا بنقول الدعم ده وقلت وطالبنا ان ده يتحدد في اللائحه، لائحه القانون. مش لازم نقول في القانون، القانون يحدد الجمعيات اللي تستفيد من هذا الدعم او من هذه الاعفاءات. يعني انا معاك ما فيش جمعيه عامله جامعه خاصه او مدرسه خاصه وبتاخد بالدولار او بعشرات الالوف من المصاريف تتمتع بهذه الاعفاءات. يعني انتوا كنتوا عايزينها شرايح، تبقى شرايح. الجمعيه اللي تشتغل من كذا لكذا. أيوة. بتدفع كذا. أيوة. وهكذا يعني. ايوه. لكن احنا فوجئنا الحقيقه الجمعيات بهذا بالنظره ديت نظرة يعني قاصرة مش شاملة لكل الجمعيات. طب دلوقتي مع الضغوط الاقتصادية اللي موجودة في المجتمع المواطن المصري المفروض احتياجنا ليكم بيبقى أكبر، ولكن هل الناس لسه عندها قدرة على التبرع يعني تمويل المؤسسات ده برضو؟ الناس هي اللي بتعمل الكلام ده يعني الناس العاديين هي اللي بيساهموا بتبرعات أو غيره يعني. لسه الناس يعني مستوى مساهمتها زي ما كان قبل الضغط الاقتصادي اللي حاصل دلوقتي؟ كويس. أقول لحضرتك احنا في الدقهلية في اتحاد الدقهلية بعد السيول بتاعت البحر الاحمر والصعيد في احدى الجمعيات في المنصوره مدينه المنصوره كلمتنا كاتحاد اقليمي في المحافظه انها تعمل قافله مساعدات لراس غارب. هي كان معاها اكثر من جمعيه مع بعض متبرعين خاصين. احنا كاتحاد برضو ساهمنا بمبلغ من ميزانيه الاتحاد في احد رجال الاعمال. اتصلنا باكثر من بعض رجال الاعمال اللي احنا بنثق فيهم دايما بيتبرعوا للخير فعلا. وتبرع من قناه بموجب اصرار رسمي للاتحاد عملنا قافله محترمه وصلت راس غارب الاسبوع اللي فات ووصلت المساعدات باسرع ما يكون. عايز اقول حاجه ان هي زي ما انتوا قلتوا الجمعيات الاهليه هي اقرب الجهات في الدوله اللي بتحس بنبض الشارع وباي مشكله بتعالجها بسرعه. يعني هتلاقي اكتر الجهات استجابت قبل الحكومه وقبل حتى نقول القوات المسلحه هتبقى الجمعيات الاهليه. نعم. في كارثه السيول الاخيره لانه انتوا اللي وسط الناس. احنا في وسط الناس. انتوا اللي وسط الناس واحنا من الناس. يعني دايما انا بقول مقوله كنت زمان في قريتي اما يجي واحد يسال يعني في الستينات والسبعينات يقول انا عايز اروح الجمعيه فما كانش حد يفكر انه يقول حاجه جمعيه تنميه مجتمع ابدا او جمعيه اهليه. كان يوديها الجمعيه الزراعيه. النهارده لما تيجي تقول انا عايز اروح الجمعيه ما كله ما فيش لا يتبادر الى الذهن الا جمعيه تنميه المجتمع. وده طبعا ده شيء مهم جدا. اي مجتمع متمدن ومتحضر لازم يعتمد على المجتمع المدني جنب الحكومه لان الحكومه لن تستطيع وحدها الوفاء بكل الالتزامات. بنتمنى ان شاء الله تعديل هذه البنود اللي مقلقه لحضراتكم وباذن الله يكون في مستقبل افضل للجمعيات الاهليه في مصر. بشكر المستشار زاهر مصطفى رئيس اللجنه القانونيه بالاتحاد العام للجمعيات الاهليه. شكرا جزيلا لحضرتك. انا اللي بشكرك وبتمنى ان في مجلس النواب انه يستجيب لصوت كل الجمعيات الاهليه غالبيه الجمعيات الاهليه نقول اكثر من 98% بان تعاد ماده الاعفاءات كما كانت في القانون 84 وانه يزال عليها عباره التي تقدمها الخدمات التي تقدمها الشركات ايا كان مسماها عشان نقدر نستفيد بالاعفاءات دي ونقدر نكمل مسيرتنا لان الجزء اللي هنأديه خدمات كهرباء وميه وصرف صحي وغاز وغيره من الخدمات وتليفونات وبريد كل ده هينعكس على نشاطنا اللي هنأديه للمجتمع بتاعنا. شكرا لوجود حضرتك معانا ولسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم وبعد الفاصل هنلتقي بفقرتنا الاخيره فقره ابيض واسود واللي بنكرم فيها رموزنا اللي قدموا كتير جدا للفن ولم يحصلوا في المقابل الا على الاستمتاع بموهبتهم وحب الناس الكبير جدا. محمد الموجي هذا الملحن الرائع اللي ترك لينا ميراث كبير جدا من الاغاني لام كلثوم وعبد الحليم وفايزه احمد ونجاه وغيرهم من العمالقه هتكون بنته انغام محمد الموجي
الخارجي معانا وهتكلمنا عن أسرار حياته وإزاي كان بيلحن هذه الألحان العظيمة. لقونا بعد الفاصل.